الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. في المثال اللي فات بخصوص النومي ماس فانكشن كنا بنسند قيمة الفانكشن دي الفاريابل، الفاريابل ده كأنه هو الفانكشن دي، ولما نحب ننادي على الفانكشن دي بننادي على الفاريابل ده، ولما بنحب نمرر داتا للفانكشن دي بنمرر داتا جوه قيم الداتا دي، بنعرف طبعا البارامترز دولت في قلب الفانكشن من فوق، وبنمرر الداتا ديت فين؟ في الفاريابل ده، في البرنسز بتوع الفاريابل ده. طيب السؤال هنا دلوقتي، وانا عندي انونيمس فانكشن اهي، ها اللي يحصل لو انا استخدمت جمله استدعاء او جمله اخراج مع الفاريابل سي؟ يعني لو انا استخدمت دوكيومنت ترايت مع الفاريابل سي، وكتبت سي وعملت سيف، اللي هيحصل في البريفيو ان الفانكشن اتسلف اتكتبت الكتابة، وهتوضح اكتر عندك لو انت كنت مستخدم لايف بريفيو او مستخدم الكونسول، مش مستخدم دوكيومنت اوترايت لاين، استخدمت الكونسول، فهتلاقي الفانكشن مكتوبة بنفس الطريقة اللي هي كانت موجودة فيها. الكلام ده راح يفيدنا او من باب انك تاخد بالك من السيناريوهات الجميلة دي، وراح نتعرض للقصة دي ربما متأخر شوية ان شاء الله بإذن الله في التوتوريال ده. محتوى حلقة اليوم راح يتلخص بسؤال واحد واحد بس يا جماعة، هل اقدر اني استخدم الفانكشن من غير ما اسندها لمتغير؟ ده السؤال، والاجابة تقدر. ها؟ تقدر، وهو ده النوع الثالث من انواع الفانكشن في جافا سكريبت. الثالث ايه ده يا عم، هم انواع كتير؟ حتى الان كان اول نوع استخدمنا او اتكلمنا عنه كان عبارة عن النيمد فانكشنز او النورمال، النوع العادي اللي فيه يا جماعة كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعرف الفانكشن بان احنا نكتب الكيورد فانكشن، بعدها اسم الفانكشن، بعدين نفتح اتنين برانثيسز اللي هتحط فيهم البرامترز، بعدين نفتح اتنين كيرلي بريسز ونقفله، بعدين نكتب الكونتنت بتاع البرنامج، بعدين بننادي على الفانكشن من تحت بعد ما بنقفلها. ده عبارة عن النوع الاولاني اللي هو كان عبارة عن النيمد فانكشنز. حلو، طب بالنسبه للنوع الثاني، النوع الثاني ده كان عباره عن ايه؟ اللي احنا كنا موجودين فيه اللي هو الانونيموس فانكشنز، اللي هو هنسميه unnamed فانكشنز. الاسم ده المعادله ديت النمط بتاع الانونيموس فانكشنز ده اللي هو اللي احنا موجودين فيه واللي احنا مش بنكتب فيه او مش محتاجين فيه ان احنا نسميها، وده المثال اللي احنا كنا موجودين فيه. النوع الثالث بقى، ها وده بقى انا عايزك تركز معايا فيه لان هو ده ان هو محتوى السيشن بتاع حلقه اليوم. النوع الثالث يا جماعه اسمه كالتالي، ها اسمه ايه؟ immediately invoked anonymous function. حلو، تاني كده اسمه ايه؟ اسمه immediately invoked anonymous function. بالراحة كده، ده معناه ايه؟ ده معناه من الاول كده انه عبارة عن anonymous function، يعني من اسمها كده، من اسمه انه عبارة عن anonymous function، يعني هو بيعتمد على النوع اللي فات من الفانكشنز ان هو anonymous function. يعني ايه يا جماعة؟ يعني function ملهاش اسم معين. حلو الكلام؟ جميل، احنا هنحاول نقصر الاطار النظري بعدين ندخل على الجانب العملي. ده يعني ايه؟ يعني النوع ده مش راح تنادي فيه او مش راح تسند ليه قيمة، او مش راح تسمي الفاريبل دي او الفانكشن ده، انا اسف، مش راح تسمي الفانكشن ده باسم معين. حلو، ده معنى كلمة anonymous function. طب يعني ايه invoked؟ كلمة invoke يا جماعة معناها استحضار او حضور او منادى. يعني الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان المعادلة دي immediately invoked، يعني هي هتحضر. وساعات يا جماعة، وده امر مهم، بيحطوا لي كلمة في النص هنا، بيقولوا لي حاجة اسمها self invoked، يعني ان الفانكشن دي يا جماعة ذاتية الحضور، يعني هي راح تنده نفسها بنفسها بمجرد ما انها تكون موجودة في الكود. وده اللي احنا عايزين نوضحه، ده معناه انها ذاتية الاستحضار،
طب ولما نضيف لها كلمة immediately ده بيضيف خط أحمر، ده معناه إنه بمجرد ما المتصفح يقراها ويشوفها راح ينفذها بشكل تلقائي. يعني إيه؟ المتصفح عليه دور إنه أول ما يشوف طريقة كتابة الفانكشن ده يروح ينفذها. الدور اللي على الفانكشن إنها سيلف انفوكت، فبالتالي بمجرد ما إنها تتكتب فراح تستدعي نفسها بشكل تلقائي. من نوع التالت إنها عبارة عن الشق التالت إنها anonymous functions، فهي مش محتاجة لتسمية او مش محتاجة لاسم معين علشان تكتب الفانكشن دي. جميل. طيب احنا نعمل الكلام ده ازاي؟ احنا مش هنروح بعيد، لان احنا في المثال اللي احنا كنا شغالين عليه كان عندي anonymous function. حلو كده؟ ممتاز. اللي انت محتاجه ببساطة انه يكون عندك anonymous function، وانا عندي anonymous function. هعمل فيها ايه؟ اول حاجة تعملها في anonymous function ان انت تحوطها باتنين parentheses. ادي parentheses بداية وبرينتسيز نهاية. وخد بالك من الطريقة دي علشان هتلاقيها غريبة شوية وربما تكسر القواعد اللي احنا شغالين نتكلم فيها، وربما تلاقي ان شكل الكود مش ولا بوت او انت مش متعود عليه. ده اول طريق. اول حاجة ان احنا نحط الفانكشن تبعنا من بين اتنين برينتسيز. حلو. الحاجة التانية ان احنا نعمل الانفوكينج. طيب نعمل invoking ازاي؟ ان احنا في نهاية الفانكشن نروح حاطين اتنين برضو parentheses، واسم بداية ونهاية. حلو كده؟ حلو كده خالص. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الفانكشن راح تشتغل بشكل تلقائي. حلو؟ يعني ايه؟ انت مش محتاج السطر ده علشان تشغل الفانكشن. انت احذف السطر ده وهتلاقي ان الفانكشن اشتغلت. I am anonymous function، من غير ما تستخدم جملة اخراج، من ما في حد كاتب يا جماعة او اقصد يعني مش جملة اخراج document write. يعني انا ما ناديتش على المعادلة، لا انا عرفت المعادلة خليتها anonymous وبس، رحت حاطط عامل invoking ليها بالطريقة دي، بان انا حطيت البرينتزز بداية ونهاية ورحت عامل invoking باني حطت اتنين برينتزز. هل اذا كنت انت محتاج تمرر variables معينة، فالvariables اللي انت محتاج تجري عليهم العمليات بتاعتك هتبتدي تعرفهم فوق وتمرر قيمهم تحت. حلو كده؟ يعني ايه؟ يعني مثلا خلينا نمسح الكلام ده خالص وحتى الاتنين برينتزز دول، ونقول لو انا همرر متغير قيمته ايه وهكتب هنا رايت ايه الفاريبل ايه، وهنا مثلا هحط 10، فالفانكشن هتروح تعمل لي ايه؟ الفانكشن هتطلع لي 10. يبقى هي بتعمل ده كانه هو ايه؟ كانه قيمه البارامتر ايه اللي انا بكتبه هو الفانكشن ده. بالنسبه لي بدايه او استهلال لما نطلق عليه انون immediately self invoked anonymous function. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.